بسم الله، السلام عليكم ومرحبا بكم متابعي الكرام. معكم شيف نادية. وصفة اليوم بطبوط صغير معمر بحشوة شهية وجد لذيذة، وبعجين رائع سهل الإعداد وهو المعتمد في مطبخي. فضلا لايك والاشتراك مع تفعيل رمز الجرس. لنبدأ على بركة الله. لتحضير العجين سأحلل أولا الخميرة، أضيف القليل من السكر حبيبات أي السنيدة والماء الدافئ. أخلط المكونات مع بعضها البعض وأترك الخميرة جانبا. بإناء العجل لدينا دقيق أبيض منخول، سأضيف دقيق القمح الصلب أي الفينو ويكون على هذا الشكل، ويمكنكم الاكتفاء فقط بالدقيق الأبيض. أضيف الملح، ووزع النواشف مع بعضها البعض. بالتفصيل سأضع لكم رابطها بصندوق الوصف أسفل الفيديو. أضيف القليل من الزيت النباتية، يمكنكم تعويضه بزيت الزيتون أو القليل من الزبدة، والخميرة المحللة. أبدأ في إضافة الماء الدافئ تدريجيا حتى نحصل على كتلة عجين بقوام خفيف. أضعها فوق سطح العمل وأدعكها مدة 10 دقائق تقريبا حتى نحصل على عجين بقوام لين وأملس لا يلتصق باليد. نضعه بإناء نغطيه ونتركه يرتاح ويختمر حتى يتضاعف حجمه. اختمر العجين، أقسمه إلى نصفين، نحتفظ بنصف مغطى وأبسط قطعة العجين بالاستعانة بالقليل من الدقيق والنشاب. أبسطها قليلا حتى نحصل على سمك رقيق حوالي 3 ملليمترات. هذا هو السمك الذي حصلنا عليه. سأستعين بقطعة دائرية بقطر 10 سنتيمترات والحجم يبقى حسب الرغبة. بعد ذلك سأحتفظ بوحدات البطبوط مغطاة بمنديل ونتركها ترتاح مدة 10 دقائق، وبنفس الكيفية سأشكل باقي الوحدات. بعدما أن مرت 10 دقائق بمقلاة وعلى نار متوسطة، أبدأ بخبز وحدات البطبوط. مجرد أن تكتسب لون ذهبي جميل من الأسفل نقلبها. مدة الخبز تقريبا لا تتجاوز الدقيقة، وأستمر في خبز باقي الوحدات بنفس الكيفية. ننتقل لإعداد الحشوة. بمقلاة وعلى نار متوسطة أضع خليط زيت الزيتون وزيت نباتية، وأقلي البصل المقطع إلى مكعبات صغيرة مدة 2 إلى 3 دقائق دائما مع التقليب من حين إلى آخر حتى يدبل معنا. بعد مرور المدة المحددة أضيف قطع صدر الدجاج مقطعة إلى مكعبات، ويمكنكم تعويضها مثلا بالكفتة أي اللحم المفروم. أتبل بمسحوق الفلفل الحريف السودانية وهي اختيارية، الكركم أي الخرقوم، الفلفل الأسود أي البزار، الكمون، الزنجبيل، سكينجبير، مسحوق الثوم المجفف ويمكنكم تعويضه بفصي ثوم، والملح. أوزع التتبيلة جيدا مع باقي المكونات. أقلي هذه المكونات حوالي 10 دقائق. بعد ذلك أضيف ملعقة طعام مركز الطماطم سبق أن قمت بإعداده معكم. سأضع لكم رابط الوصفة بصندوق الوصف، وأقلي المكونات من جديد مدة 2 دقائق، ثم أضيف ملعقتي طعام من البقدونس المفروم. أوزع المكونات. بهذا تصبح الحشوة جاهزة. ننتقل لحشو فطائر المخمار. نفتحها بواسطة سكين بهذه الكيفية من جهة واحدة ونحشوها جيدا بالحشوة.
نضعها بطبق التقديم. سأريكم الطريقة من جديد. نزينها بالقليل من البقدونس، بهذا تصبح جاهزة. يمكننا تقديمها كمقبلة على موائدنا، خاصة بالشهر الفضيل أي رمضان. كما يمكنكم تقديمها كوجبة خفيفة. بالصحة والراحة، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، دائما مع الوصفات المميزة.